امل لا. يمكن لك تحكي لنا على حساب هاد جوج ديال الحالات اللي غادروا دابا من بعد حالات الاستشفاء التامه؟ هادو جوج حالات كانوا هنا في المركز الاستشفائي بحسب سامي الفاس، الحمد لله هما كانت لا ديكلاراسيون ديال لا غيريزون، الحمد لله خرجوا من المستشفى الحسن الثاني. نعم. لا بالنسبه للي تريتمون اللي كانوا كياخذوا، واش كانوا كياخذوا البلاكينيل؟ وي اكزاكتومون، كانوا كياخذوا بلاكينيل، كانوا سو بلاكينيل سوا ازيثروميسين. كملوا المده ديال العلاج ديالهم، درنا لي سكانر دو كونترول، لي بريفون دو كونترول، كلشي خرج مزيان. نعم. لا بالنسبه لواحد الحاله اللي هو دكتور، يعني انه شك في راسو لقى راسو مصاب و الحمد لله بالنسبه للحاله ديال المدير ديال مركز تحقن الدم، سافر كان خارج البلاد، كان تكون كان في كونتاكت في خارج البلاد، كان انيسيالمون اسيمبتوماتيك، ما كانش عنده حتى شي اعراض، درنا البريليفمون خرج بوزيتيف. نعم. وبالنسبه للحاله الاخرى واش هي مخالطه ولا جابتها من خارج البلاد؟ لا، هي خدات الحاله الاخرى يعني من المخالطين، خلطات شي واحد من المصابين. من المصابين. واخا لاله وشحال لا ديوري ديال لو تريتمون اللي كانت نورمالمون؟ 10 ايام. 10 ايام، يعني الى بين المريض العلامات ديال الاستشفاء، يعني برا الا ما بينش كيزيدوا التريتمون ديالو. نعم. لا شي ميساج اللي تبغي تقولي سواء الناس على حساب هذه الاطر الطبيه اللي كيكونوا معرضين نفسهم يوميا للخطر، لخطر الاصابه بالفيروس؟ كلشي مال خدمة المواطن.